عشبة السعادة من الأعشاب التي بحث الناس عنها كثيرا، خاصة الذين ابتلوا بالإدمان على المخدرات والذين يعانون من اضطرابات نفسية، الشيء الذي ألجأهم أيضا لربما تناول المخدرات أو بعض الأدوية المخدرة، ومنها حالة توحد أيضا التي تكون في الصغار والكبار وعاجز الطب الحديث عن علاجه. الوسيلة للأعشاب جمعت هذه العشبة وعلبتها في هذه العلبة من 25 كيس وجاءت بنتائج رائعة جدا لمن هذه هي حالته، فهي تقضي على الاكتئاب والتوتر واضطراب المزاج، أيضا هي منقية للجسم خاصة من سموم الإدمان على المخدرات، وهي معين قوي للتخلص من الإدمان على المخدرات، وهي نافعة جدا لحالات التوحد والتوتر اضطرابات النفسية ونقص الانتباه وفرط النشاط خاصة عند الصغار. من هذه الحالات النفسية أو الاضطرابات النفسية الوسواس القهري، هي جيدة له. كذلك هي معينة على النوم المريح الخالي من الاضطرابات والقلق، كما أن لها منافع حتى لصحة القلب، فهي تعزز صحة القلب وتساعد في ارتخاء الأوعية الدموية ومحسنة للدورة الدموية وتقي من تصلب الشرايين، حتى جهاز المناعة تقويه في جسم الإنسان، وهي قاتلة للخلايا السرطانية خاصة خلايا السرطانية الخاصة بالثدي والقولون والمبيض والكبد والجلد والدم والرئة، وذلك لغناها بمركبات قوية مضادة لهذه الخلايا السرطانية خاصة زاثومول. كذلك هي جيدة حتى للمرأة التي دخلت في سن اليأس وما تعانيه من اضطرابات نفسية، فهي مخففة لأعراض سن اليأس لاحتوائها على فلافونويد 8 البديل عن هرمون الأستروجين الأنثوي. هذه العشبة جربت من الآلاف من الناس ونفعت، وستجدون فيها بإذن الله تبارك وتعالى نفعا عظيما، لكن ننصح دائما بالمداومة عليها حقا في الأسبوع الأول يجد، أو ربما في الاستعمال الأول خاصة اللي عن الاضطرابات النفسية يجدون فرقا بين ما كانوا عليه وما هم عليه، لكن المدمن على المخدرات من يعاني من اضطرابات نفسية قوية توحد وغير ذلك والوسواس القهري يعني لا بد له من وقت، فإنها تأتي بنتائج رائعة، وما نبتغي بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إلا نفع الناس. وأنبه في الأخير أن أرقام الوزعين تكون في الصفحة وتكون أيضا في الوصف.